اهلا بكم من جديد، بيسعدني ان يشاركني في هذه الفقره نجومنا كابتن احمد عيد عبد الملك. مساء الفل. مساء الخير. الحمد لله. بقول لك العلامه الكامله لكابتن معتمد جمال. طبعا ثلاث ماتشات بيراميدز وبعدين ابو سليم والنهارده مودرن فيوتشر. حقق ال 100% في الثلاث بطولات، ماشي في الثلاث بطولات، بطولة كأس مصر، صعودنا النهائي افريقيا، الكونفدرالية، واول ماتش كونفدرالية برضو، والنهارده ماتش الدوري. و راضي عنه يعني؟ طبعا كابتن معتمد ابن من ولاد نادي الزمالك، وبهدوء شديد يعني، والامور هادية جدا، و وماشي بشكل كويس يعني في الثلاث ماتشات. بس ده ما يمنعش ان انا برضو بطالب ان يبقى في مدير فني اجنبي يبقى موجود الفتره الجايه. هنتكلم دلوقتي يعني. تمام. وليد الحديدي اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ محمد، تحياتي ليك وتحياتي الكابتن احمد. النهارده فوز مستحق للزمالك واتصدمنا بمستوى في مودرن فيوتشر. صدمنا كتير بصراحه. صدمنا كتير، فوز مستحق للزمالك طبعا ما فيش خلاف، وفي تفاصيل يعني ادت لده، لكن الغريب كان مستوى مودرن فيوتشر غريب جدا يعني. مستوى المباراه اليوم في بدايه اقل مباراه، بس خلي بالك كان في برضه مؤشرات وفي مقدمات. مودرن فيوتشر بعيدا عن البدايه بتاعه الدوري اللي حقق فيها انطلاقه كويسه وقدر يكسب ماتشين ثلاثه والدنيا كانت ماشيه معاه بشكل كويس، وافريقيا كمان وافريقيا، بس بدايه من مباراه بيراميدز، ولما خسر من بيراميدز كان بعيد، وبعد كده مباراه البنك الاهلي، البنك الاهلي هو اللي فرط يعني. البنك الاهلي كان تقدم، وساعتها البنك الاهلي ما كانش كسب ولا مباراه، وبرضه كان رايح جاي في المباراه. قدام انبي نفس الحكايه، انبي تفوق تكتيكيا بشكل كامل وقدر انه يخرج بمباراه مستحق فيها الفوز بشكل كبير. المباراه اللي فاتت قدام سوبر سبورت يونايتد في الكونفدراليه برضه مودرن فيوتشر ما كانش افضل حاجه، وكان كسب بلقطه فرديه بس الغنام تسديده، لكن لو شفت مجمل المباراه والتفاصيل التكتيكيه وكل حاجه، لا سوبر سبورت كان ممكن هو اللي يكسب هنا. فلا، في مشكله واضح ان عند مودرن فيوتشر ولازم يبقى لها وقفه، لان المجموعه تطلع احسن من كده يعني. الاسماء اللي موجوده في مودرن فيوتشر تطلع احسن، واحنا بنتكلم ده عن مودرن فيوتشر لانه نادي مصري بيشارك في بطوله افريقيه، فيهمنا انه يتطور ويعلى علشان ينافس على بقى. هل المدرب دور في التراجع او كده؟ هنتكلم دلوقتي، لكن فوز مستحق للزمالك النهارده، ورغم كده في ناس كانت تحفظ برضه على الاداء. وطبعا يعني المهم العجله تمشي في الدوري المصري بالنسبه للزمالك، وخصوصا الفتره ديت. ده اول ماتش في الدوري ما يجيش فيه جوال. ما يجيش فيه في الزمالك جوال، مع كمان ان في السوق اللي فيه الزمالك ده كله في الدوري، الزمالك اقوى هجوم في الدوري لحد دلوقتي. دي حاجه كويسه طبعا. الفريق 14 جول في السبع ماتشات جاب 14 جول، يعني كل ماتش جولين على الاقل. بعدين الاهلي 12. وماشيين بشكل كويس، لكن دفاعيا برده كان في علامات استفهام، ونادي الزمالك قدر يظبط الموضوع دفاعيا بعد مباراه بيراميدز على طول. كان تاني ماتش خد بالك الزمالك دفاعيا برده يعني 9 جول. ما انا بقول لك كتير مشكلة. ما انا بقول لك كتير، 9 جول في سبع ماتشات ده كتير جدا على الزمالك في الدوري. وانك كمان الزمالك خسران اصلا 10 نقط في اول ست جولات من 18 واخد 8، فده برده كان مؤشر مش كويس. بس ماتش النهارده رجع الزمالك تاني للصوره الكويسه. هو انا شايف الفتره ديت بالنسبه للفرق اللي بتلعب افريقيا هي ماتشات بتخطف وتجري، ماتشات تجاري زي ما بيقولوا. فتره كل 3 ايام ماتش بالنسبه للزمالك، هيلعب كونفدراليه، هيلعب وكمان اللي هيسهل على الزمالك الفتره الجايه ماتشين افريقيا اللي ورا بعض على ملعبه اللي جاي واللي بعده. الزمالك يحقق فيهم الستة بونت كمان، يريح نفسه كتير جدا في المجموعه ويتصدر من بدري ويطلع نفسه من الحسبه ديت، يقدر يبقى عنده اريحيه في تدوير اللعيبه. ان ما كانش في ان طبعا ناس الزمالك ما عندوش الرفاهيه الكبيره اللي هو يدور في اللعيبه بشكل كبير جدا، لكن في الماتش النهارده عموما الزمالك كان مستحوذ على الشوط الاولاني لحد ما جاب الجول. كان في بعض المناوشات من فيوتشر اللي بعيد طبعا عن مستواه، لكن الزمالك قدر يفك ضربه الجزاء، وقبليها كان في فرصه لزيزو في جن الشاب شالها بشكل كويس، ويعني ما كانش فيه فرص كتير لحد ضربه الجزاء. بعد كده الماتش بدا يفتح والزمالك بدا يسيطر، وفوقان بعض اللعيبه النهارده مثلا زي عمر جابر، زي دونجا، سيف الجزيري عودته فرقت كتير جدا مع الزمالك، تحركاته فيروز شرس جدا. هو سيف كده لا اما بيبقى كويس قوي لا اما بعيد عن مستواه قوي، فده فرق كتير جدا طبعا. مع وجود زيزو في الملعب دايما هو
علامه فارقه في كل ماتشات الزمالك يعني اللي فاتت او الثلاث سنين اللي فاتوا. بس شويه في الثلث ساعه الاخير كان عنده انانيه شويه. زيزو كان بتقطع منه كوره كتير. لا هو انا ما شايف ان هو طبيعي يعني اخر ربع ساعه في حاجات بتبقى مرتده وواحده حاول يلعبها لسيف الجزير وواحده حاول يجيب جول يعني شايف اللي هو يعني الامور طبيعيه وهو هو اصلا يعني من اللعيبه اللي في العموم ما عندوش الحته ديت يعني بيلعب لصالح الفرقه برضه ويقدر بيسجل وبيصنع يعني زيزو من اللعيبه الكبيره طبعا وممكن تكون هي ظروف ماتش او لقطات بس في الماتش غصب عنه يعني. طيب وليد الزمالك اول مره يخرج شباكه نظيفه في الدوري في الماتش السابع في الدوري، هل ده لان المنظومه الدفاعيه بتاعت الزمالك اختلفت ويعني كابتن معتمد جمال قدر ان هو يحل المشاكل والثغرات اللي كانت بتبقى موجوده، ولا نتيجه انه برضه مودرن فيوتشر على مستوى الهجومي برضه كان مش في النهارده مش في حالته يعني؟ هو انا عجبني حاجتين في معتمد جمال من ساعه ما مسك الحقيقه، انه ما بيحاولش يجود ويألف ويخترع، يعني بيعمل المنطقي والطبيعي. ده واحد، وده يمكن توقعنا حتى قبل مباراة بيراميدز لما كنا بنتكلم عن المباراة ومعتمد انه هيدير المباراة، فقلنا الزمالك مستحيل يبقى نفس شكله السابق مع أسوريو او يبقى اسوأ منه، لانه ببساطة معتمد جمال هيجي لاعب كل لاعب في مكانه الطبيعي بالخطة والتكتيك الطبيعي باساسيات الكرة المنطقية، فبالتالي اللعيبة عندها حاجات فتقدر تطلعها، فبالتالي هيبقى شكل الزمالك افضل. فده واحد، وهنتكلم طبعا في شكله والتكتيك النهاردة. لكن انا عجبني اكتر كمان في معتمد جمال انه كان فاهم الوضع ايه. يعني انا لما اجي على فرقه شبه منهاره وعندها مشاكل كتير جدا في مشاكل دفاعيه ومشاكل هجوميه وعندها مشاكل في التحضير واللعيبه بعيده عن مستوى كل الحاجات دي، فانا لازم افكر ازاي هوصل للمرمى باقصر الطرق، والاقصر الطرق دي بتكون الكرات الثابته. تخيل ان الزمالك في ثلاث ماتشات مع معتمد جمال سجل 6 اهداف، 3 في بيراميدز وجول في ابو سليم واثنين النهارده، 6 اهداف، الست اهداف من كرات ثابته. يعني 100% من اهداف الزمالك مع معتمد جمال من كرات ثابته. 3 من ضربات ركنيه قدام بيراميدز. كورنر النهارده في كورنر وبنالتي والثلاثه بتوع بيراميدز. والثلاثه بتوع بيراميدز حتى الكوره بتاعت سامسون وبتاع كانت اساسها كورنر اتلعبت ونزلت وبعدين جت لسامسون عمل ال1 2 وطبعا ابو سليم كورنر في بتاعت اوباما بتاعت اوباما. فتخيل في 6 اهداف من 6 من ضربات ثابته، فده يديك انطباع لا ان هو راجل شغال في حاجه معينه وعارف يشتغل عليها بشكل كويس وعارف يستغل زيزو اللي احسن واحد في مصر دلوقتي بيلعب ضربات ثابته واحسن واحد في مصر بيعمل اسيستات ومن اذكى اللعيبه، فلما يكون عندك القيمه دي لازم تستغلها واستغلها. في طبعا مشاكل تكتيكيه كتير عند الزمالك، يعني انا الزمالك النهارده قدام مودرن فيوتشر كان ممكن جدا لو بشويه كمان يعني شغل وتفاصيل كان ممكن يعمل نتيجه كبيره النهارده كانت تفرق معاه، لكن كاساسيات كوره الزمالك معتمد لعب بالخطه اللي هي كلاسيكيات الكوره المصريه ال 4-2-3-1 القديمه اللي كل اللعيبه مولوده عليها ومتربيه عليها وحافظاها، ما حط 2 باكين يمين وشمال المتاحين بالنسبه له، عمر جابر عشان بيعرف يدافع كويس الناحيه الثانيه، طارق برده كان ملتزم حتى يعني ما بداش يزيد الا لما حس ان مودرن فيوتشر قليل فما فيش ضغط، فتلاقي زيزو كان بيدخل لقلب الملعب ويفتح له كتير في اوقات. عجبني دونجا زي ما الكابتن احمد عيد قال بدا يستعيد مستواه بتاع بيراميدز، عمل شغل هايل النهارده. عجبني كمان حمزه المسلوسي رغم انه في بعض الكرات يعني كان شويه كان حاطط نفسه في موقف ان المهاجم يسبقه، يعني النهارده لو عاطف مثلا فايق شال واحده، لا هو هايل هو حمزه يعني المسلوسي هو سابقه بس رجع تاني عمل تاكلينج شال واحده حلوه، لو حد تاني لو مهاجم تاني كان جابها جول، فده ما ينفعش تبيع نفسك. لكن طبعا يبقى زيزو وسيف الجزيري الاثنين اسماء كان الزمالك تحديدا سيف الجزيري، انا كنت مستغرب ازاي الفتره اللي فاتت بتاعت اسوريو الزمالك ما كانش عارف يستفيد منه، لكن سيف الجزيري طول الوقت مهاجم مؤثر ومهاجم كبير. فانا شايف النهارده انه الاساسيات هي اللي كسبت الزمالك، لكن في بعض برضه شويه مشاكل فنيه عند الزمالك لازم يشتغل عليها لو عايز بقى يكمل ويتطور.